أيمن السعيطي من ليبيا يقول: إذا قال المؤذن صلوا في رحالكم في حال سوء الأحوال الجوية، هل للإمام الراتب أن يصلي في بيته أم أنه يجب عليه أن يذهب للمسجد لأنه مكلف؟ وهل إذا سمع المصلي الصلاة في الرحال يجب عليه أن يصلي في بيته؟ أخوي أيمن السعيطي من ليبيا بارك الله فيك، طبعا بالنسبة لقول المؤذن صلوا في رحالكم عندما تسوء الأحوال الجوية أو يكون هناك خطورة من خروج الناس، هذا الخطاب للجميع بما فيهم الإمام، بمعنى صلوا في بيوتكم. فالإمام لما يجهر بهذا يدخل فيه المؤذن لما يبلغ الناس بقول صلوا في رحالكم، الإمام يدخل، غير مطالب الإمام بأن يأتي يصلي، غير مطالب. ولذلك المؤذن ما قال صلوا في رحالكم إلا لينبه الناس بأنه لا يأتوا إلى المسجد، فالإمام من جملة المخاطبين بهذا. بارك الله فيك.